دين الله عز وجل. رأى أحد المشايخ شاب، حنا نسميه عربجي، مع جمس دفرنسين، وقاعد يشتري من التسجيلات الإسلامية 5000 شريط. الشيخ تعجب على شكل ذا، ما في أمل يحاسب عليهم. يعني شكل ما في أمل، طفران. فسأل صاحب التسجيلات، قال هذا الشاب يشتري أشرطة من عندك؟ قال نعم، كل شهر يأتي ويأخذ أشرطة بقيمة 5000. قال ويسدد؟ قال إيه، وكاش بعد. يا الله. فلاحق الشاب قبل يركب السيارة وسأله، قال وين تودي الأشرطة هذه؟ قال والله في شباب يا شيخ الله يهديهم عرابجة في الطعوس هناك في الثمامة، طبعا سيارة مهيئة للتطعيس والرمال. فيقول أركب سيارتي، يقول أركب سيارتي وأروح أطعس لين أصل عند الشباب، يقول وقعد أوزع عليهم الأشرطة. قال طيب تعال يا ابن الذين، منين تجيب الفلوس؟ كيف جمعت 5000 شهريا؟ قال والله أقول لك، خواتي ثنتين مدرسات وجزاهم الله خير، عاملين في المدرسة مع المدرسات والطالبات جمعية، يعني ينفقون آخر الشهر كل واحد من راتبه مثلا 100 ريال، يجمعون مبلغ ويعطوني إياه، وأنا بدوري أشتري الأشرطة ووديها. هذا إنجاز، وسوف يحصد ثمرة هذا الشريط وتوبة الناس والخير اللي انتشر، وهذول النساء اللي جمعوا المبلغ سوف يحصدون 100 ريال اللي تطلع من راتب. وسبحان الله، عند لما يكون الإنفاق لله يصير ثقيل على الإنسان، لكن ممكن 100 ريال هذه ولا شيء، يشتري يلعب فيها في الملاهي، يشحن بطاقة ب500 ريال، ما عنده مشكلة.